تبقى تنطلب من السلطات الجزائريه اعطوني جنسيه جزائريه ولا بيقلعوا المغربيه يقلعوها، ما عندي ما ندير بها. كي نخرج من الفرماسيه نلقى الطبيب عطاني قريب 9 ملايين ونص تاع دواء، نخرج نقول لهم تحيه الجزائر تحيه الجزائر، لان في المغرب والله ما تدي الدواء بهذه الطريقه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومخصكم حتى خير ان شاء الله. فيديو جديد او تاني، والفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله الفيديو ديال واحد الاخت مغربية، واحد المرأة كبيرة مغربية اللي عاشت في الجزائر وعايشة في الجزائر حتى لدابا، ومزوجة بجزائري وراجلها مات الله يرحمه، وهي باقة في الجزائر وخرج لها مات وفضلت تبقى وتعيش في الجزائر، وبانت في واحد الفيديو كتهضر فيه زوين على الجزائر وكيفاش الناس تعاملوا معها في الجزائر وكيفاش هي عاشت في الجزائر وعاشت مدة طويلة في الجزائر، وكتقول أنها عاشت معهم حتى في الفترة ديال العشرية السوداء وعاشت أشياء كثيرة مع الشعب الجزائري حتى حست براسها أنها واحدة من الشعب الجزائري، لا فرق بينهم. حتى في الهضرة ديالها كتحس أن لاكسون ديالها ولا الجزائرية 100%، وهضرات بالإيجابي على أشقائنا الجزائريين، وهذا الشيء هو اللي كيعجبنا احنا اللي كنحاولوا ما أمكن نقربوا بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، أننا نلقاو ناس كيهضروا مغاربة يهضروا على الجزائر بشكل إيجابي والجزائريين يهضروا على المغرب بشكل إيجابي، وهضرات على الطبيب ولا قطاع الصحة في الجزائر وكيفاش تعاملوا معها وشحال ديال الدواء كيعطيوها، عندها أمراض مسكينة الله يشافيها وكتحصل على أدوية بالمجان في الجزائر، وشكرات الجزائر على هذا الشيء، وكتقول للناس ما تمشيوش تحرقوا وتخليوا بلادكم، راه بلادكم جنة. وكذلك انتقدت الصحة ولا قطاع الصحة في المغرب وقالت بحال هذا الشيء ما تقدرش تاخذوا غراتويت في المغرب، ضروري خاصك تخلص، ويمتفق معها مي شويه بشويه ولا القطاع الصحه كيتحسن في المغرب بشكل كبير الصراحه نقولوها. فالمهم شوفوا الفيديو ونعاودوا نرجعوا. السلام عليكم، معكم السيده ايت عبد القادر الرشيده، مغربيه من مدينه مراكش، عايشه هنايا من 1991، زوجة المرحوم قندوز محمد الله يرحمه. انا هنايا الحمد لله جيت مولات 21 عام، راه في عمري دروك 53 عام الحمد لله. عشت زعما معكم العشيه السوداء، عشت معكم كلش، ومن بعد في 2006 خرجت الميدان تاع حرفيه في صناعه الحلويات التقليديه بالجمله. الحمد لله لي كاطو تاعي يوصلوا حتى الاضرار الحمد لله، بيض الكلش. راجلي الله يرحمه قبل ما يخرج له الخيط قبل ما يموت كان يليبري لي الكاطو في البيض في كل نواحي، وراه في سنتي الله يرحمه عندي معاه 3 ولاد. المعيشة في الجزائر ما نكذبش عليك الحمد لله، انا تنقول بان الجزائر اقسم بالله ماشي راني تنجامل ولا حاجه، انا كي نروح للطبيب ونهز كارت الشفاء تاعي لان عندي كازنوس تاعي وعندي لاغوتخيط تاع المرحوم، كي نخرج من الفرماسيه نلقى الطبيب عطاني قريب 9 ملايين ونص تاع دواء، نخرج نقول لهم تحيه الجزائر تحيه الجزائر، لان في المغرب والله ما تدي الدواء بهذه الطريقه، بانك تدي بخير الشفاء باطل. يا الله ما تخدم، عندي خوتي دي زونسيونت خدامين عندي، هي وحده بحال درت عمليه جراحيه بدراهمكم نتوما 62 مليون، يعني 3 ملايين مغربيه، الا تخلص السبيطار بريفي على عام ولا عامين باش يردوا لها هذه اللي درت على لوبيراس، ماشي كما نتوما. والله لا اقسم بالله انا كي نشوف الشاشه رايحين يحرقوا، يا الله نقول لهم ما تحرقوش هذه بلادكم فيها كل خير، يوم خاصنا هي نخدموا. انا خدمت الحمد لله وكديت ركبت الوطن اللي ما ركبوهمش الناس، درت كل خير والحمد لله. حنا الشعب الجزائري مع الشعب المغربي، شوفوا هذاك الصداع اللي تسمعوه، اقسم لكم بالله الا الشعب المغربي والشعب الجزائري خاوه خاوه، ونبغوكم. ودي الجزائر من هنا ومشاو معايا اغلبيه تاع التياتيه مشاو لدارنا، يا كيجوجو فرحانين على الاستقبال اللي تما. تحيه الجزائر تحيه الجزائر تحيه الجزائر، اقسم لكم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، يا ربي شهد عليا الى الجزائر احسن دوله في العالم. نعم الجزائر من اجمل بلدان العالم، وكيف قالت الاخت احسن بلاد في العالم، وكيف قلت فاش انتقدت الطبيب ولا فاش انتقدت قطاع الصحه في المغرب، فكاين ناس اللي هاجموها في مواقع التواصل الاجتماعي
وكاين عارفين حنا الذباب الالكتروني وعارفين كيفاش دايرين مواقع التواصل الاجتماعي. حتى انا اللي دائما كنقول كلام زوين على المغرب وعلى الجزائر فكنلقى بعض المرات ناس اللي كيهاجموني في التعاليق. يعني ما يمكنش تسلم من واحد الناس اللي خلق لينتقد، خلق ليصب الناس. فالاخت تبقى فيها الحال وعاوتاني خرجت في انترفيو واحد اخر وكتقول هاد الشيء. نشوفوا الفيديو. انا كبرت في الجزائر ونموت في الجزائر واهلي هما الجزائر، ما نكذبش على الله. الانتقادات بالعكس تحفزتوني باش نقول تحيه الجزائر ونقعد جزائريه. نقول لكم حقيقه ماشي مجامله بانه هاد الجمعيه هادي كيما هكا هاد الجمعيات اللي راني نشوف في الجزائر، وبانهم نعطوا للناس الماكله في شهر رمضان ونعطوا العابر سبيل ونطهروا الدراري ونديروا الكسوه لليتامى والمساكين في هذا العيد ما كايناش عندنا في المغرب، ما كذبش على الله. حقيقه هادي اشتهر في الجزائر، وفي الحق الجزائر تحيه الجزائر، وفيها ناس محسنين، فيها ناس الخير، فيها ناس متطوعين، فيها ناس ما شاء الله، ما كذبش على الله. انا بحكم الزوج تاعي توفى قادرة نرجع للمغرب ونعيش مع خوتي، ولكن ما نقدرش نرجع. هذه تنقولها لهم دائما. وشافوا الروبورتاج تاعي في المغرب وقال لي خويا، قالها لي خويا، عيط لي قال لي واش رشيده صاي سديتي الى المغرب؟ قلت له انا كبرت في الجزائر ونموت في الجزائر واهلي هما الجزائر، ما نكذبش على الله. تما كبرت وزدت اصلي المغرب ونفتخر بانني مغربيه، ولكن نفتخر ثانيا انني جزائريه، لان كل شيء حياتي هنايا دازت في الجزائر وكبرت هنا في الجزائر وكبرت مع الجزائريين. الحمد لله حرمني ربي من والديا، حرمني من خاوتي، حرمني من بزاف حوايج، ولكن الحمد لله عطاني ربي الجزائر كامله. راهي خاوتي هما ماتي، هما والديا، هما مثلكم انتما، مثل الجمعيه، وعلى راسها امنا امل رقيق اللي انا ماشي نعتبرها انا رئيس الجمعيه، انا ربي شاد علي نعتبرها ام واخت، لان حامله واحد الاسم تاع اختي امل مزوزيه في المغرب ونحبها بزاف بزاف. اولا تنحيي الشعب الجزائري هو الاول، لا داخل الجزائر لا خارج الجزائر، كاع شكروني، كاع قالوا لي رانا هنا ورانا خوتك. الحمد لله هذه شهاده اعتزوا بها رغم انهم ما تعرفونيش، ولكن المغاربه اللي قالوا بانك صاي ما تزيديش تدخلي المغرب، قعدي عندهم تما، ما باقيش تدخلي لبلادك. انا اش نقول لهم؟ تنقول لهم الله يهديكم، احنا رانا خاوه خاوه، كل المغرب كل الجزائر. احنا رانا تنقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله اولا، احنا رانا مشيت للعمره، تما لا فرق بين عربي ولا عجمي الا بالتقوى. تما في العمره كاع الناس سواسيه، كي الغني كي الفقير كي الجزائري كي المغربي كي الفرنسي كي الامريكي، كاع سواسيه. وكاين حاجه وحده ما نساوهاش، باننا نزيدو نفكروهم بها، بان كاين واحد القبر غادي ندخلوا له، واحد القبر غادي ندخلوا له تما كاع الناس سواسيه. شوف واش تخدمنا ربي، شوفوا الكون تاع ربي واش شنو عمرناه، ماشي تشوفوا الدنيا هذه، هذه الدنيا فانيه بالنسبه لي انا. انا الحمد لله خلى لي برزق في المغرب، خلى لي كل شيء، كاين شيء صوالح في الجزائر ما كاينينش في المغرب، ما نكذبوش على الله، ما نكذبوش، هذه حقيقه. سوى اللي بيسمعها سوى كرهها، والشعب المغربي اللي ينتقدني ماشي مشكل، الانتقادات بالعكس تحفزتوني باش بنقول تحيه الجزائر ونقعد جزائريه. انا دوكا تنطلب من السلطات الجزائريه اعطوني جنسيه جزائريه، ولا بيقلعوا المغربيه يقلعوها، ما عندي ما ندير بها، لان بيت ندفن هنا في هذه الارض، هذه ارض مليون ونصف شهيد اللي ماتوا فيها الناس الحرار، اللي فيها الحرار دروكا. ولكن انا شنو نقول لدوك المغاربه اللي انتقدتوني؟ بالعكس حبستوني باش نزيد نقول لكم تحيه الجزائر، وراني جزائريه وفخوره بالجزائر، وتحيه الجزائر، تحيه الجزائر في بلاد الشهداء ومع الشهداء ومع عرش الشهداء. يا ربي يا امين. وشكرا وبارك الله فيكم، وتنشكر القناه هذه اللي الحمد لله اللي جات، واول مره بنت في المجتمع الجزائري ودخلت البيوت الجزائريه، الحمد لله، وتنفتخر بانني جزائري، رغم انه مازال ما عنديش الوراقه ديال لاكارت سيجور، بطاقه الموقف الاجنبي. انا نتمنى انه اللي عندي جواز سفر جزائري وكارت ناسيونال بيومتريه جزائريه. نعم،
السيدة عاشت في الجزائر لمدة طويلة، فشيء طبيعي أنها تحب الجزائر وتحب أهل الجزائر وتبغي تبقى عايشة في الجزائر، فشيء عادي. والناس اللي هاجموها الله يهديهم، وفقط عندي تحفظ على الكلمة اللي قالت ديال إلا بغاو يقلعوا لي الجنسية المغربية غير يقلعوها، ما عندي ما ندير بها. كنظن هذه أنا براسي ما عجبتنيش، وبزاف ديال الناس ما تعجبهمش. دونك كل شيء كان زوين غير هذه الكلمة، كان من الأحسن أنها ما تقولهاش. وكيف قالت كان افتخر أنني مغربية وكان افتخر أنني جزائرية، فهذا الكلام هو اللي كيعجبنا نسمعه. ليسونسييل من هذا الشيء هو أننا نحيد شوية ديال الفتنة ونبقاو احنا خاوة خاوة كيف كنقولوا، ماشي بحال هذوك اللي كيقولوا طوا طوا الله يهديهم، يقولوا اللي يبغوا يقولوا هذوك الناس ديال الفتنة. فشئنا أم أبينا فما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، سوف نضل الأخوة، كنا أخوة ولازلنا أخوة، سنظل أخوة رغم أنف الحاقدين والدباب الإلكتروني. خوتي كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تدعموني وتشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش تكون دائم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.